بس أنا جيت لحتى أسلم على ابني. أيوه ما رح تشوفه لابنك. إيه؟ روح يلا. شو قصدك ما رح شوفه؟ مثل ما سمعت والله. من هلأ ورايح حضرتك بتشوف أليكس بس وقت أنا اسمح لك تشوفه، وقت أنا اسمح لك ويكون بدي تشوفه طبعا. بس هذا مو اتفاق. ما بيهم على شو اتفقنا، لأنه ما بدي ابني يقرب على ناس بيكرهوني ويعبوله راسه بكلام فاضي عن أمه طول الوقت. الوحيد اللي ممكن يعمل هيك فينا هو أنت ميليسا. لا أنت عن جد ما عم تلاحظي إنك بهالتصرفات عم تضري ابنك أكتر من الغريب؟ أكيد لا، لأنك أنت الوحيد اللي ضريته لأليكس. ولا تقلي إنك ما بتعرف هالشي، عم تاخده معك بكل وقاحة يشوف المرة اللي سرقتك مننا ويلي دمرت لنا العيلة، ولا تخلي الولد يتوتر. ليك ممنوع تخلي ابني يقرب من هالتافة ليفيا، فهمت شو عم أقول؟ ما رح أتناقش معك هلأ ميليسا. أنا من فترة قلت له للمحامي تبعي إنه يطلب حضانة مشتركة بيناتنا، وهلأ غيرت رأيي، صار بدي كل حضانته.